بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن مشروب المتة بناء على طلب من بعض حبايبنا المشتركين. المتة هي نبتة شاع استخدامها كمشروب ساخن في كثير من دول العالم، ويطلق عليها علميا بهشية برغوانية نسبة إلى دولة البرغواي، حيث تؤخذ من أوراق نبات البهشية البرغوانية، وهي نبتة دائمة الخضرة يبلغ طولها من 4 إلى 6 أمتار، وتعتبر من المنبهات كالشاي والقهوة، ويرجع أصلها إلى أمريكا الجنوبية إضافة إلى البرغواي، أيضا الأرجنتين والبرازيل وغيرها، وانتشرت في عدد من الدول العربية كلبنان وسوريا. أما القيمة الغذائية للمتة فالتركيب الكيميائي للمتة هو كالتالي: يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والفوسفور والصوديوم والكالسيوم والزنك والنياسين والألانتيك والكافيين وفيتامين B1 وB2 وجيم. فما هي فوائد المتة للصحة وللبشرة وللشعر؟ فاصل ونواصل. فوائد المتة للصحة بشكل عام: هي تكافح مختلف أنواع السرطانات، وتحفز من دور الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض، وتعالج من نزلات البرد كالسعال والزكام والإنفلونزا لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي. أيضا تخفف من أعراض ضيق النفس وتسهل عملية التنفس، وتحد من مظاهر الشيخوخة المبكرة، وتخفض ضغط الدم المرتفع. وتعتبر المتة منشطا جيدا للقلب والأعصاب لاحتوائها على الثيوبرومين، وتخفف من الشعور بالتعب والإرهاق والتوتر، وتحسن المزاج، وتساعد في التخفيف من الصداع. وتعمل المتة على تقوية العضلات لدى الرياضيين، وتفيد الذاكرة، وتحسن من القدرات الذهنية. أيضا تحافظ على صحة الجهاز الهضمي بتحفيزها في إفراز العصارة المعدية والصفراوية، والتخلص من نفخة البطن، وتحد أيضا من الإمساك، وتخلص من رائحة الفم الكريهة بالقضاء على البكتيريا المسؤولة عن الرائحة غير المستحبة بالفم. أيضا تخفف من أعراض الدورة الشهرية وآلامها، وتحد من النقرس، وتدر البول، وتشعر المعدة بالشبع، وتخفض من الوزن الزائد، وتحد من هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس. أما فوائد المتة للبشرة فهي تخلص من مشكلة تمدد الجلد، وهي مشكلة تؤرق معظم النساء الحوامل والتي تستطيع عشبة المتة حلها. أيضا تكسب البشرة النعومة والصحة واللمعان، وتخلص الجلد الطبيعي من الدهون المتواجدة فيه، فاستخدامها بشكل مستمر ودائم يساعد في منح البشرة البريق والرونق والنضارة والحيوية. أيضا تخفف من السيلوليت، وهي عبارة عن تراكم الدهون تحت الجلد، بحيث يعطي البشرة مظهرا غير مرغوب فيه كالتورم والدمامل، وخاصة لدى النساء الحوامل. ويمكن باستعمال مستخلص عشبة المتة الغني بالكافيين التقليل من السيلوليت والحصول على جلد ذي مظهر جيد. أما فوائد المتة للشعر فهي تكسبه قوة وصحة، وتعيد له لونه الطبيعي، وتكافح تساقط الشعر، وتعزز من قوة بصيلاته، وتحفز من نموه لوجود الفيتامينات والمعادن فيها. أيضا تمنح الشعر المصبوغ اللمعان، فكما هو معروف فإن صبغات الشعر تضر بالشعر وتجعله باهتا. أما كيفية تحضير مشروب المتة، نحضر مقدار ملعقتين صغيرتين من المتة ونصف ملعقة من الهيل المطحون، حب الهيل المطحون، بالكوب الخاص بالمتة، ومن ثم نقوم بوضع الماء المغلي، ويتم تحليته بالسكر حسب الرغبة، في ناس بتحليه بالعسل، ومن ثم نقوم بتحريك الخليط قليلا
ويترك لمدة دقيقة قبل أن يتم تناوله، وهو مغطى لأنه يحتوي على الزيوت الطيارة التي تتواجد فيها الفائدة، ومن ثم نقوم بإحضار الماصة الخاصة بالمتة كما في الصور، حيث أنها تمنع دخول المتة عبرها وتبقى بالكوب بالكاسة. ويجب أن يتم تناول المتة وهي طازجة بعد وجبة الفطور مباشرة أو قبل الغذاء للحصول على الفائدة المرجوة من تناول المتة، ويجب أن تشرب بشكل بطيء وليس مثل باقي المشروبات ليتم امتصاص المعادن والفيتامينات بشكل صحي وكامل. ويمكن أيضا تنكيه المشروب مشروب المتة بعصير الليمون أو عصير الأناناس أو الحليب الدافئ أو حليب جوز الهند في حالة عدم استساغة مذاق المتة السادة، ويمكن تحليته أيضا كذلك بالقليل من العسل أو السكر. كما يمكن تنكيهه بأعشاب إضافية مثل النعناع أو البابونج أو بأعواد القرفة أو بالزنجبيل المطحون، طبعا حسب الرغبة. وحتى لا نطيل عليكم، سنضع في صندوق الوصف أسفل الفيديو طريقة التحضير التقليدية مكتوبة تحت صندوق الوصف. أيضا لا بد من ذكر أضرار المتة حتى لا نقع في المحظور. شراب المتة يحتوي على الكافيين والزانثين، والتي تعتبر من منبهات الجهاز العصبي. كما يحتوي شراب المتة على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وبعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6 وفيتامين B2 والنياسين. كل هذه الفوائد جذبت الناس بشكل عام إلى تناول المتة كمشروب ساخن، ولكن الباحثين في شعبة علم الأوبئة وعلم السرطان والمعهد الوطني للسرطان في ميريلاند بأمريكا أفادوا أن المتة تحتوي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات مسرطنة، تجعل المعتادين لشرب المتة عرضة لسرطان المري والكلى والحنجرة والمثانة. وهذه تعتبر من أضرار المتة الجسيمة، والتي سنأتي على ذكرها فيما يلي. سرطان المثانة من أضرار المتة التي وجدت في أوساط شعب الأوروغواي هو ازدياد نسبة المصابين بسرطان المثانة، وقد ارتبطت هذه النسبة بازدياد معدلات تناول شراب المتة، حيث أن سرطان المثانة هو رابع أشهر نوع من الأورام بين شعب الأوروغواي، وقد ثبت ذلك بدراسة علمية نشرت سنة 2008. طبعا عم نحكي عن الإكثار من تناول شرب المتة وليس الاستهلاك الطبيعي. أيضا سرطان المري، تتسبب الحرارة العالية التي تستخدم في تحضير شراب المتة في حدوث سرطان المري. وبحسب دراسات فإن البرغواي أيضا بلد معروفة بارتفاع نسبة حدوث سرطان المري، ويرجع حدوث سرطان المري إلى درجة الحرارة العالية لمشروب المتة الذي يتعاطاه الشخص، ولا يتسبب معدل تناول شراب المتة في إحداث سرطان المري. لذلك يجب تناول شراب المتة دافئا أو باردا كي يتم تجنب مثل هذا النوع من السرطانات. أما أضرار المتة العامة بشكل عام فهي تعمل على زيادة انقباضات الرحم، لذا يفضل من النساء الحوامل عدم شربها. أيضا تخفف من إدرار الحليب، وتصيب بعض الأشخاص بالأرق، طبعا مثل أي منبهات بتصيب بالأرق وعدم النوم. تسبب الاستفراغ أو القيء والغثيان. أيضا تسبب رجفة اليدين، وتحدث متلازمة القولون العصبي، وتزيد من نسبة الكوليسترول بالجسم، ويفضل عدم تناولها من الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وينصح بعدم تناولها للأطفال. وحتى لا نطيل عليكم، سنضع كما ذكرنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو طريقة التحضير التقليدية للشراب المتة. حبايبنا، ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو، وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب زوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد،
وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.